ناخد لقاءات جماعية. يعني احنا ركزنا قوي على اللقاءات الشخصية، لكن ده في جزء كبير قوي من اللقاءات الجماهيرية او الجماعية مع مجموعات. طبعا دي ممكن نسميها مش لقاءات، حوارات، لكن عشان ناخد منها عينة بس، لانه حاجات ممتعة جدا. حوارات المسيح له المجد مع كل الفئات، ان كان مع تلاميذه او مع جمهور اليهود او غير اليهود. فناخد منهم لقاء في متى 9، وناخد مفهوم المسيح عن الصوم، لان القضية دي مهمة قوي ان احنا نستوعبها، ولو استوعبناها ممكن نصوم السنة دي بطريقة جديدة وبطعم جديد، لما نفهم المسيح له المجد كان شايف الصوم ازاي. متى 9:14. حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. السؤال كان: ليه تلاميذك مش بيصوموا؟ لأنها كانت ظاهرة غريبة. المسيح المعلم المثالي اللي كل الناس بتتكلم عنه أنه مختلف عن كل المعلمين والكتب والفريسيين، بينما كل الفريسيين بيشجعوا أولادهم على الصوم الحرفي، وتلاميذ يوحنا واخدين يوحنا مثالهم الأعلى، فبيصوموا صيامات نسكية عالية قوي بالأيام يمكن. إلا أن تلاميذ المسيح مرحرحين قوي، ما كانش خلال الفترة الأولى خالص كلمهم عن الصوم أو سابهم يصوموا، ما بيشجعهمش حتى على موضوع الصوم. فكان منظرها غريب، ظاهرة غريبة. فجم سألوا: ليه تلاميذك مش بيصوموا؟ وإزاي تبقى أنت المعلم المثالي ومش مركز في الموضوع ده؟ لأن الصوم ده فريضة يهودية قديمة وحرفية، وفيها عندهم صيامات شديدة يعني. المسيح له المجد أجاب إجابة غير متوقعة تماما، لأنه كلمهم بلغة جديدة غريبة عن مسامحهم. هم كيهود اعتقادهم في الصوم إيه؟ أن الصوم إحنا بنكفر عن خطايانا، أو الصوم نوع من العبادة الواجب الفريضة اللي لازم أتممها عشان أرضي ربنا خوفا من عقابه يعني. لكن هنا اتكلم المسيح عن الصوم بطريقة رومانسية يعني، بطريقة رأية خالص. قال إيه؟ قال: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ عريس إيه يا رب وعرس إيه؟ إحنا بنتكلم عن صوم. فكأنه قبل ما يفهمنا الصوم ده معناه إيه، قال لنا: بصوا، أنا عاوز العلاقة بيني وبين الناس اللي معايا تبقى علاقة عريس وعروسته، مش علاقة سيد وعبد، مش علاقة خوف. فلما يكون العريس موجود كل حبايبه مهيصين بيه، بنو العرس أصحاب العرس فرحانين بيه ومهيصين بيه، هقول لهم صوموا أو نوحوا، ما هو الصيام يناسبه البكاء أو التنهد أو الإحساس بالتوبة. قال لهم: لا، طول ما العريس معاهم خليهم مهيصين. هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ كأنه قال: أنا العريس وتلاميذي دول أو كنيستي هي العروسة، والعلاقة علاقة حب وعلاقة فرح، فأنا مش عاوزهم يصوم. قال: لا، يبقى بلاش صوم خالص يا رب. يقول بقى إيه؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون. لا، ده في صوم جاي، بس الصوم يأخذ معناه من رفع العريس، ودي حتة بقى نقف عندها شوية. حين يرفع العريس حينئذ يصومون. العريس هو المسيح، والعروسة أو بنو العرس هم الكنيسة، هم شعبنا، هم احنا. واحنا طول ما العريس وسطينا فرحانين ومزقططين ومش محرومين من حاجة. ما معنى يرفع العريس؟ يرفع العريس هتاخد معنيين وهيتفصلوا بتطبيقات في 3 معاني. بمعنى ايه؟ اولا، كلمة ارفعه دي جت لما الناس قعدت تهتف اصلبه ارفعه، فكلمة يرفع واخدة معنى
يصلب، لأن المسيح له المجد لما اتصلب رفعوا الخشبة بحيث أن رجليه ما كانتش لمسة الأرض، فكان مرفوع يعني مصلوب، فيرفع العريس بمعنى يصلب المسيح. واللي أكد المعنى ده أن في إنجيل يوحنا قال كلمة تاني، قال إيه؟ أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. وعشان ما يبقاش في اجتهاد، يوحنا فسر دي بنفسه في إنجيل يوحنا وقال قال هذا مشيرا عن أية ميتة، عن الطريقة اللي هيموت بيها، انه هيموت مرتفع، هيموت متعلق، هيموت مش لامس الارض، لان كل اللي بيموتوا عادة بيموتوا لامسين الارض، لا ده هيموت مرتفع. اذا يرفع العريس بمعنى يصلب المسيح. فالمسيح قال لما تصلب هيصوموا، حين يرفع العريس حينئذ يصومون. لما نحط المعنيين جنب بعض، ان العلاقة بيننا وبين المسيح علاقة حب رأية جدا، علاقة اتحاد بين الكنيسة والمسيح، نفهم ان الصوم يبدأ او يأخذ قوته ومعناه من صليب المسيح. تعالوا تصوروا معايا عروسة شايفة عريسها مصلوب، تقدر تاكل براحتها؟ مينفعش، دي هتبقى منفعلة بآلامه، مشتركة في آلامه وأوجاعه، مش هتقدر تاكل. ادي الفكرة ببساطة. يبقى اول معنى للصوم لاننا بنحب المسيح ومشغولين بيه كمسيح مصلوب، شايفينه متبهدل عشاننا، احنا بنصوم كشركة في الامه، مشاركة مننا في عذاباته، في جوعه، في عطشه. يبقى الحكاية لا هي فرض ولا هي عصاية ولا هي تكفير، لا، احنا بنحب المسيح عرسنا، والعريس ده مرفوع مصلوب بسببنا، فاحنا بنقول له يا رب انت اتبهدلت عشان اقل ما فيها احنا نشاركك الامك بنوع من النسك والصوم والزهد والترفع. واضحة الفكرة؟ يبقى الصوم المسيح هو عبارة عن حب من الكنيسة للمسيح، والحب ده يتجسم في مشاركة صليبه، حين يرفع العريس حينئذ يصومون، اذا نحن نشارك المسيح صليبه بالصوم. لما واحد يقول مع المسيح صلبت، اتصلبت ازاي؟ انت صلبت جسدك لما صمت. لما الواحد بيصوم بيصلب جسده، بيصلب جسده يعني بيمنع جسده عن الراحة، بيمنع جسده عن الاكل والشرب براحته، كأنه مشاركة ولو بسيطة ضعيفة في صليب المسيح. اوضح معنى للكلام ده الصيام اللي داخل علينا ده، الصيام الكبير. تلاحظوا ان الكنيسة من حكمتها نهته بايه؟ بأسبوع الألام والجمعة الحزينة. ليه؟ عشان تقول لنا يلا صوموا عشان تشاركوا المسيح في ألامه وفي صليبه. يلا يا عروسة قدمي صومك وقدمي استعدادك انك تصلبي مع المسيح. فنجهز لأسبوع الألام بأربعين يوم مقدسة، بنصوم ونترفع عن الدنيا ونحتمل الألام ونقول له يا رب احنا مقدرين اللي انت عملته معانا. عشان كده كأن اللي بيكسر الصوم، يعني اقولها بس ما تزعلوش مني، كأنه بيقول له يعني ايه قيمة صليبك، يعني كأنه عاوز يقول له انا مش حاسس بيك خالص، ولا دريان باللي انت عملته، ولا انا عروس ولا انت عريس، وما فيش علاقة بيني وبينك. الصيام الكبير عشان كده له اولوية في الكنيسة. ليه؟ ده علامة عهد بين العروس وعريسها، ده ارتباط بين العروس وعريسها. بقى عروسة يبقى جوزها متألم جدا وهي قاعدة تضحك وتفرفش وتراقب وتنام، ما ينفعش، ما تجيش، يبقى مش بتحبه. لكن لو بتحبه مش هتقدر إلا إنها تشاركه، ومشاركة الآلام تبدأ بشكل الصوم. ده أول معنى المسيح اللي قاله. لألا يظن البعض إن المسيح ما اتكلمش عن الصوم، لا، المسيح اتكلم عن الصوم وأوصى بالصوم، بس حط له معنى جديد غير خالص المعاني اليهودية. خرجنا من حدود الحرفية والفرضية والكلام ده، وقال لنا الحكاية حب في حب. ده اللي خلينا لما نقرأ كتب القديسين نلاقي اللي كان بيصوم باليومين واللي يقعد للعشاء واللي يعني حاجات كبيرة قوي. احنا مش مطالبين بالكلام ده، لكن ده كله نابع عن حب. الناس دي ما كانتش بتعمل الكلام ده بحثا عن أجر، يعني لا، ده حب. الانفعالات دي حب. لما تلاقي واحدة بتحب جوزها وجوزها متألم وما بتنامش الليل عشانه،
ما تقول لهاش انت كده تعب نفسك ليه وده اكتر من الواجب. لا ده دي مشاعر ما حدش يقدر يفرملها. بقى تاني معنى يرفع العريس يعني يصعد المسيح. ممكن يرفع كمان مش تبقى يصلب بس، ممكن تبقى يصعد. وبرضو دي جت في الانجيل لان يقول ارتفع وهم ينظرون. لما يجي يذكر حادثة الصعود العريس صاعد للسماء وهم باصين عليه عمال يعلى ويطلع لغاية السماء. وبرضو بولس الرسول لما تكلم عن الصعود استخدم نفس الكلمة وقال رفع في المجد. فأصبحت قضية يرفع العريس ممكن تاخد معنى تاني انه يصعد المسيح. طيب اذا كنا فهمنا ان الصوم عروسة بتشارك عريسها ألامه، طب لو كان الرفع ده صعود، تبقى ببساطة الكنيسة عاوزة تطير مع المسيح وتحصله. واخدين بالكم؟ اقولها بشكل رومانسي شوية. لما واحدة منكم تكون مودعة جوزها في المطار ومسافر، تحس ان قلبها كده في الطيار، نفسها تطير وراه. هو ده شعور الكنيسة. المسيح صعد للسماء قدام عينين الكنيسة، الكنيسة بنوا العرس، ولاد المسيح حبايبه اعضاء جسده نفسهم يطيروا وراه، عاوزين يرتفعوا معاه ويدخلوا السماء. يبقى تاني معنى لكلمة الصوم ان الصوم صعود مع المسيح. تاخدوا بالكم في ثلاثة صاد هنا، الصوم صليب مع المسيح، والصوم صعود مع المسيح، عشان نفتكرهم. يعني لما تيجي تسأل نفسك انت صايم ليه، تقول اجابتين على الاقل، انا بصلب نفسي مع المسيح، الاجابة التانية انا بصعد مع المسيح، عشان ما تنسوهاش. بصوم يعني بصعد. عشان كده سموه حد الرفاع. على فكرة حد الرفاع اصل التسمية مش ارفعوا الاكل، لا، مقصود بيها تعالوا نرتفع. الرفاع يلا نرتفع، يلا نصعد، احنا داخلين على موسم صوم، يلا نطير. يعني لان في ذهن الكنيسة الصوم ده هيطيرنا ويصعدنا ويرفعنا عن الاهتمامات الارضية ويخلينا كأننا دخلنا السماء. وكتير من الاباء اتكلموا ان موسم الصوم احلى موسم الواحد يحس بيه بالمشاعر السماوية دي وبهجة الحياة الابدية والترفع عن الارضيات والمشغوليات والكلام ده. في معنى ثالث واخير، اذا كان يرفع العريس يعني يصعد المسيح. طيب الكنيسة لسه على الارض والمسيح صعد، بس وهو صاعد قال ايه؟ انا راجع تاني. خلي بالكم لما تقروا حادثة الصعود في سفر الاعمال الاصحاح الاولاني، جم ملاكين لقوا التلاميذ عاملين كده وصعبان عليهم، المسيح صعد، قالوا لهم انتوا باصين كده ليه؟ اللي انتوا شفتوه صعد قدامكم كده هيجي على السحاب بنفس المنظر. فرجعوا فرحانين قوي، فرحانين ومستنين ايه؟ انه يجي على السحاب. فتالت معنى للصوم ان الصوم انتظار لمجيء المسيح. يعني انا صايم عشان مستني المسيح يجي. ودي اوضح ما تكون في صيام الميلاد. لو تاخدوا بالكم صيام الميلاد نسهر واحنا صايمين عشان مستنين المسيح يجي. هذه الفكرة. وبرضه شبهها لكم تاني بالعروس والعريس. لما تكون عروسة عريسها جاي في المطار بالليل، المسيح دايما كان يتكلم انه يجي بالليل، تعرف تتغدى الظهر اكلة حلوة؟ لا، تلاقيهم بيطبخوا ويوضبوا البيت لكن مش بيلقطوا كده، مش مركزين في الاكل. وكل ما حد يقول لها ما تاكلي لقمة تقول لها لا هاكل بالليل لما يوصل، هاكل معاه. فاهمين الفكرة؟ فكأن الكنيسة اللي عايشة على الارض مستنية المسيح يجي عشان تفرح معاه وتقعد معاه في الوليمة. فيبقى هنا الصوم معناه انشغال وانتظار مجيء المسيح. المسيح صعد وهيجي واحنا مستنين ويجي، فلاننا مستنين ويجي مش قادرين ننشغل بالدنيا ولا بالاكل والشرب، احنا مستنين ويجي عشان نفرح معه. يبقى الصوم المسيحي ثلاث معاني عبر عنهم المسيح بكلمة واحدة، حين يرفع العريس حينئذ يصومون. يرفع يعني يصلب، احنا بنصوم لاننا مصلوبين معه. يرفع يعني يصعد، احنا بنصوم لاننا بنرتفع معه. يرفع يعني هيجي تاني، هيرجع تاني، يبقى احنا بنصوم في انتظار رجوعه مرة اخرى.
واضحة الثلاث معاني. طبعا عيشوا زي ما انتم عاوزين بقى، اللي يعيش مركز على الآلام بس حلو، اللي يعيش مستني المسيح يجي حلو، اللي يعيش مرتفع عن الدنيا ومشغول بالسماء حلو، بس المهم ما يصومش صوم حرفي روتيني فردي يهودي، لا حرام. بعد ما المسيح رفعنا الرفعة دي وادانا المعاني الرومانسية دي، ننزل تاني نصوم لمجرد تأدية واجبات وفروض ونخدر ضمائرنا ونرجع تاني يهود. عشان كده المسيح له المجد كمل الكلام بتشبيه غريب شوي، قال ايه؟ ليس احد يجعل رقعة من قطعة جديدة على توب عتيق، لان الملء يأخذ من التوب فيصير الخرق اردأ. يعني ايه؟ يعني لما تكون الجلابية قديمة واتنقرت نقرة كده، ما جبش قماشة جديدة ورقع. ليه؟ القماشة الجديدة متماسكة، القديم مهرول، فالملء اللي انا مليت بيه الرقعة دي هيفضل ماسك نفسه، يقوم يشد على بقية الجلابية تفضل تفتق من كل حتة حوالين الرقعة فتصير الخرق اردأ. وبعدين قال نفس المعنى بطريقة تانية، احنا لسه مش فاهمين يقصد ايه، لكن يعني نمشي وراه. قال ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيق. الزقاق ده يا جماعة كانوا القرب اللي هي جلود الحيوانات ينشفوها ويعملوها زي الأكياس البلاستيك، موجودة لغاية دلوقتي في الأديرة القديمة قبل ما يكون الأزايز معروفة. فالزقاق ده عبارة عن الأواني اللي بيحطوا فيها الخمور، لما يقدم قوي يشقق، واخدين بالكم، ينشف قوي، فلو تحط فيه خمرة جديدة تشر منه لأن ما بقاش متماسك زي الأول. فقال ما يحطوش خمرة جديدة في زقاق عتيق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. هو بإجابة المسيح الأولانية قال لنا معنى الصوم، بس ما جاوبناش على السؤال اللي جميعا سألوه، ليه تلاميذك دلوقتي مش بيصوموا؟ ما وضحش الحكاية دي. انت فهمتنا ان الصوم اللي انت عاوزه من نوع جديد، ارتفاع مع المسيح، صليب مع المسيح، انتظار لمجيء العريس، كويس. طب ليه ما صومتهمش من دلوقتي بالمعاني دي؟ ليه ما بدأوش يصوموا بالأفكار دي؟ قال لا، هم لسه توب قديم، هم لسه زقاق قديم، ما اقدرش احط فيهم المعنى ده، الصوم الجديد ده، الخمرة الجديدة دي، الرقعة الجديدة دي، وهم من بطبيعتهم توب قديم وزقاق قديم. خلينا نجيبها نعملهم جديد جديد، عشان لما حط رقعة صوم معنى جديد للصوم يبقى الإنسان جديد في طبيعته. حاولوا تفهموا الحتة دي. يعني المسيح عاوز يجدد الطبيعة الأول، البني آدم كله يعمله بني آدم جديد، وبعدين يقول له تعالى نصوم بطريقة جديدة، فهمنا؟ لكن يقول له صوم بطريقة جديدة وهو أساسا إنسان يهودي لا فهم فداء ولا تعمد ولا خد الروح القدس ولا عرف الحب اللي بيننا وبين ربنا، ولا ما مش هعرف يصوم طبعا، فاهمين؟ فقال أنا مش عاوزهم يصوموا دلوقتي لأن لسه، أنا عاوز أجدد طبيعتهم الأول وأعملهم آنية جديدة وأعملهم توب جديد، ساعتها أحط رقعة جديدة صوم جديد، أو أعملهم زقاق جديد ساعتهم أملاهم خمرة جديدة. واضحة الفكرة؟ عشان كده الصوم المسيحي لم يبدأ إلا بعد صعود المسيح. طول ما كان المسيح معاهم ما كانوش بيصوموا، ولو صاموا ما بيسألش بيصوموا إزاي، ما كانش يهتم به، لكن بدأوا يصوموا بالمعنى الروحي بتاع العهد الجديد، المعنى المسيحي، لما المسيح صعد ساعتها اتغيرت القصة كتير. يبقى المسيح لو المجد عاوز يقول لنا أن احنا خليقة جديدة، لما تعمدنا بقينا بشر جداد زي الزقاق الجديد، ساعتها يملانا بخمر جديد، يعني حب جديد، يعني طعم جديد للعلاقة مع الله. العلاقة مع ربنا طعمها في المسيحية غير طعمها في اليهودية خالص. في اليهودية والعهد القديم العلاقة علاقة تكفير وعبادة وترهيب وكده نشفة قوي. العلاقة في العهد الجديد زي ما شفنا بقالنا يومين اهو، علاقة رومانسية فيها حب، اب طيب بيحب ولاده
مسيح حنين جدا عاوز الكل يرجع له، علاقة فيها عريس وعروس، علاقة بأبعد ما تكون عن سيد وعبد. فالتركيز على الموضوع ده، فقال لهم أنا عاوزهم يبقوا هم طبيعة جديدة عشان يعرفوا يصوموا صوم جديد. واضحة الفكرة؟ ادي الكلام اللي قاله المسيح. اذا تعالوا نصوم من بكرة، ربنا يديكم القوة كلكم، مش بالحرف تفطر الساعة كام تاكل ايه، مش دي القضية. القضية الاهم انك تفضل طول الوقت بتحاول تحس بالمشاعر دي كعروس للمسيح. المسيح اتصلب بدالك، فبنت نفسك تصلب نفسك معاه. المسيح راح السماء، نفسك تروح السماء وراه. المسيح هيجي تاني، انت مستنيه ولا مش على بالك؟ هي دي المعاني والمشاعر اللي تشغلنا طول فترة الصوم. فتيجي تاكل، يعني الواحد يصعب عليه المسيح مصلوب ومتبهدل وانا هاكل براحتي، يمسك نفسه شوية. مش لان قالوا له ده ممنوع وده حلال، لا، القضية مش كده خالص. كل زي ما انت عاوز في الصيام، لكن لو انت ادركت مشاعر العروس تجاه عريسها، هتلاقي نفسك بتستكتر تاكل وتستكتر تنام وتستحرم حاجات كتير من تلقائيتك. وهو ده اللي المسيح عاوزه، ان احنا نصوم حب من عروس لعريس، وان احنا لما بنصوم بنشعر ان احنا خليقة جديدة، اواني جديدة، مختلفين عن بقية الناس اللي حوالينا مش فاهمين صيامنا. ساعات اخواتنا يسألونا انتوا عندكم صيام في المسيحية؟ نقول لهم اه بس مختلف. هو مش مختلف لان ميعاده مختلف ولا انه تلات ارباع السنة صيامات، لا، هي الحقيقة مختلف لانه علاقة حب. وده كلام اعلى من مستوى اللي بيسأل. اللي بيسأل ما يفهمش العلاقة كده، ما يعرفش المعنى ده، عالي عليه المعنى ده. برضو دي تنبهنا لحاجة تاني. الناس اللي بتقول ان الصيامات كتير، بصراحة تخدوش بقى، هي الكنيسة صايمة على طول، ولو طالت مش هتفطر ولا يوم. ليه؟ لأن المسيح مصلوب قصاد عينيها على طول، ولأن المسيح صعد للسماء على طول، ولأن المسيح هي مستنياه يجي على طول. فالمعاني بتاعت الصوم معاني طول السنة، فالكنيسة بتسمح لنا فترة فطار، مش العكس، بتوصينا فترة صيام. دي بتسمح لنا بفترة فطار، تقول لنا يعني عشان بس ايه على قدكم كده، طب خدوا لكم يومين كده افطروا فيهم وارجعوا صوموا تاني. برضه عاوز اقول ايه عشان ما يبقاش العيار تقيل، على الاقل لو مش صايم بالاكل عيش معانا المعنى. يعني ما نتمناش حد ما يصومش، لكن خلي المعنى يشغلك. دي فترة انشغال بربنا، فترة رومانسية بين الكنيسة والمسيح. شهر العسل بتاع الكنيسة هو الصوم الكبير، فترة حب بين العروس وعريس. لو حسيت بالمعنى ده هتطير فعلا، هتبقى فرحان وشبعان ومنطلق ومرتفع عن كل اهتمامات أرضية. طريقة الأكل دي جت منين؟ حتة الأكل النباتي. بصوا بقى، لأن احنا عمالين نقول المسيح طلع السماء وارتفع، الكنيسة لقت انه قبل ما يحصل السقوط وآدم وحواء يبهدلوا البشرية معاهم، كانوا بيأكلوا ايه؟ نباتات بس. فقالت يلا نرجع للسماء وناكل نباتات بس. فالفكرة الأكل النباتي كانت عودة إلى شكل آدم وحواء قبل الخطيئة. كانت صحتهم حلوة زي الفل، بيأكلوا من كل الشجر زي ما هم عاوزين، مفيش مانع، نباتات، سلطة وخضار وفاكهة، هو ده أساس الصوم. لكن ما كانوش ياكلوا حيوانات. ففكرة الأكل النباتي رجعت كأننا بنحاول نرجع للشكل الفردوسي، الشكل الأولاني، أدي أصل الموضوع ماشي. لكن هو الصوم في أساسه امتناع عن الأكل، ولما نضطر ناكل ناكل من الشجر، يعني ناكل أكل نباتي. ها؟ أسبوع الاستعداد أبسط شرح ليه، القديسين الاوائل المسيحيين زمان كانوا اجدع مننا، ما كانوش يفصلوا في الصوم، كانوا يزنوا على البطاركه عاوزين صوم. فعلا لما تقرا التاريخ تلاقي كده، الشعب هو اللي يطلب من البطرك يقول له ما تزود لنا صوم، يقول لا استنوا، يقعدوا يلحوا. فهم لقوا ايه؟ انه في السبوت، انتوا عارفين سبت وحد احنا ما نفطر ما نصومش انقطاعي. الحد ده يوم الرب، الاحتفال الاسبوعي بتاعنا بالقيامه.
والسبت هو استمرار المعنى القديم ان ربنا فرحان بخلقته يوم السبت. فهم كانوا يستحرموا السبت يكسروا الصوم، يعني ايه؟ مش اصلا عشان ما صاموش انقطاعي في السبت، حاسين ما صاموش، فقال لك نجمع السبوت ونصومهم. فجمعوا السبوت، طلعوا 7 سبوت، فقال لك نصوم 7 ايام في الاول، سموه اسبوع السبوت. ادي فكرة اسبوع الاستعداد، جت ان هم بيعوضوا كسرهم للصوم في السبوت في بقية الصيام، ده من حب الناس للصيام. ادي الفكرة ببساطة. نقلب على متى 22 وناخد كام لقاء بسرعة كده. متى 22 عدد 15، الاصحاح ده مشهور قوي بحوارات المسيح مع اليهود. حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوا بكلم، فارسلوا اليه تلاميذهم مع الهيروديسيين قائلين، بصوا بقى الهيروديسيين دول اللي هم ايه بالبلدي كده المخبرين بتوع هيرودس، الجماعه اللي بيشتغلوا لحساب هيرودس الملك، ودول ناس سياسيين ومخبرين وغرضهم يمسكوا تهمه على المسيح، لان المسيح ده له شعبيه كبيره قوي وممكن يقوم بفتنه في اي وقت، فالقضية هنا سياسية. الهيروديسيين كرجال سياسة ومخبرين وأمن دولة، يعني الهيروديسيين دول أمن الدولة، يكرهوا عمل الفريسيين. الفريسيين دول جماعات الدين المتشددة، عارفين زي ما يكونوا الإخوان وأمن الدولة، عمرهم ما يتفق. لا، هنا اتفقوا بقى أن العدو للطرفين هو المسيح، لأن المسيح له المجد. الفريسيين مش عاجبهم والهيروديسيين مش عاجبهم. من الناحية السياسية هو شخص قلقهم جدا لأنه له شعبية خطيرة، ومن الناحية الدينية هو بيقدم مسيحية أو ديانة بشكل جديد، بيقدم علاقة بالله جديدة خالص. فراحوا اتفقوا الاثنين مع بعض عليه، عارفين لما الشر يتفق على الخير، الشرق والغرب اتفقوا على ضد المسيح. فراحوا الفريسيين عاوزين يصطادوه بكلمة، يصطادوه بكلمة يعني يمسكوا عليه كلمة تدينه، تقدمه للقضاء، عاوزين يوقعوه في الغلط عشان يرفعوا قضية ويسجنوه على الأقل. واخدين بالكم؟ هم كان لسه عاوزين يموتوه بس طموحاتهم بعيد. فراحوا يقولوا له إيه؟ يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد. شوفوا المؤامرة جاية إزاي. أنت أصلك عارفين ساعات يحبوا الواحد ينفخ اللي قصاده كده عشان يوقعه بعد كده، فبيرقوه في الكلام، بيغنوا يعني، فبيقولوا له بصراحة أنت ما حدش جه زيك وأنت ما بيهمكش حد. عاوزين يقولوا له قول، ها قول واغلط عشان نمسكها عليك، فأنت ما بيهمكش حد لأنك لا تبالي بأحد وتعلم طريق الله بالحق، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. عاوزين يقولوا له لا يهمك هيرودس ولا يهمك فريسيين، عشان هنسألك سؤال عاوزين إجابة صريحة عشان يمسكوا عليه غلط. فقل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ إيه خطورة السؤال ده؟ ما هو الإجابة يا يا لا، الإجابتين يودوا في ده. ليه؟ لو قال يجوز أن تعطى جزية لقيصر خسر شعبيته كلها، لأن قيصر هو المستعمر وكل اليهود بيكرهوا قيصر. قيصر ده الحكومة المستعمرة الرومان، فاليهود ولاد البلد كارهين العبودية فكارهين الجزية. فلو المسيح كمعلم شعبي قال يجوز أن تعطى الجزية لقيصر أو يجب أن تعطى الجزية لقيصر، كل الناس هتقول بس يا عم ده تلاقيه بيقبض، ده تلاقيه بيقسم مع العشرين. ولو قال لا يجوز، الهيرودسين واقفين هتتسجل عليه أنه بيعلم الناس ما يدفعوش الجزية، وهيرودس هو العميل بتاع قيصر، فكده يمسكه ويسجنه على طول لأنه علم في الناس أنه ما تدفعوش الجزية. يبقى الهيروديسيين يعجبهم إجابة إيه؟ ما تدفعوش، يمسكوها عليه. والفريسيين تعجبهم إجابة ادفعوا، يروح يقولوا لكل الناس تصوروا المسيح بتاعكم بيقول قال إيه ندفع لقيصر. فالفرقتين واقفين له بالمرصاد. فعلم يسوع خبثهم، طبعا المسيح فاهم لأن ده مش سؤال ساذج من واحد عاوز يتعلم، لا ده سؤال خبيث عاوز يوقعه. وقال عشان بس يفهموا ان هو فاهمهم، ودي القضية اللي كان حد بيقولها، المسيح الحقيقي مش غشيم، بيميز. فقال لهم لماذا تجربونني؟
يعني بلاش اللقم ده، انا فاهم كويس انت تقصده ايه. يا مراؤون، مراؤون يعني ايه؟ يا ممثلين جايين تقولوا لي اصل انت ما يهمكش حد وتعلم الحق، ايه يعني بلاش اللغة دي، انا فاهم انتوا عاوزين توصلوا لايه. اروني معاملة الجزية، ادوني عملة، عملة الجزية دي. فقدموا له دينارا، يبدو ان كان الدينار هو الجزية ساعتها. الدينار ده زي العملة المعدنية، بيبقى عليها ملك وكتابة، ملك وكتاب. فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له لقيصر. قال الصورة دي بتاعت مين؟ قيصر. والكتابة دي بتاعت مين؟ بتاعت قيصر. فقال لهم أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. خلي بالكم المعنى. هو طبعا هنا سمح أن الجزية تدفع، سمح، لكن ما قالش لازم، فإيه مسك الحكاية من النص. في نفس الوقت قال لهم بصوا لا يعنيكم قوي حكاية قيصر، إن كان طالب فلوس ادوله فلوس، لكن القضية الأخطر اللي تهم المسيح صاحب الملكوت الروحي أن تعطي مال الله لله. إيه مال الله؟ العملة المعدنية دي بتاعت قيصر، ارموها له. لكن أنتوا كبشر لمن هذه الصورة والكتابة؟ أنتوا صورة مين؟ صورة قيصر؟ لا، أنتوا صورة الله، أعطوا صورة مال الله لله. أنتوا الكتابة بتاعت مين؟ أنتوا إيد ربنا اللي عملتكم، أعطوا مال الله لله. يعني عاوز يقول لهم إن كان على الفلوس ارموها القيصر، لكن حياتكم ما تبقاش ملك القيصر، حياتكم تبقى لله، لأنه هو صاحب الصورة والكتاب. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. هنا ما حدش يقدر يقول انه قال لازم تدفعوا الجزيه، ولا حد يقدر يقول قال ما تدفعوش الجزيه. هو كل اللي قالوا ادوا حياتكم لربنا، وان كان قيصر عاوز فلوسه ياخد فلوسه. وكده حط لنا الشعار المشهور اللي كل العالم حافظه، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. اذا المسيح علمنا ايا كان نظام الحكم والحكومة اللي انت عايش تحتها اديها حقها، التزم. مش من حقك كمسيحي انك تتخطى القوانين لانها مش عاجباك، لا، ان جات على شوية قوانين وتقاليد واعراف وحكومة التزم، اعطي ما لقيصر لقيصر. لكن خلي قلبك الحكومة ما تشترهوش، حياتك انت مش ملك للحكومات ولا للرئاسات ولا لقيصر، بل الله، فأعطي مال الله لله. طبعا يورينا قد كده حكمة ربنا يسوع المسيح في التعامل مع الخبث والدهاء والمكر، وفي نفس الوقت بيعلمنا مبادئ روحية عالية جدا، ازاي نعيش في الدنيا ملتزمين جدا، مواطنين صالحين، وندفع ضرائب ونلتزم بكل المبادئ، لكن قلبنا ملك لله مش ملك للدنيا دي. في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون، دول فرقة ثالثة. احنا شفنا الهيروديسيين عملاء هيرودس، والفريسيين جماعات المتزمتين المحرفية. فرقة ثالثة اسمها الصدوقيون، دول بيقولوا ايه دول؟ يعني ايه الجماعة دول؟ دول جماعة يهود بس اخوان برضو، الذين يقولون ليس قيامة. دول جماعة متطرفة بتقول ما فيش حاجة اسمها قيامة اموات. فسألوه قائلين يا معلم، قال موسى ان مات احد وليس له اولاد يتزوج اخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان عندنا 7 إخوة وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأة لأخيه، وكذلك الثاني والثالث إلى 7، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. جابوا له قصة إيه بقى؟ برضه عايزين يوقعوا في الغلط، فجابوا له قصة مكلكعة جدا، إن واحد متجوز وحسب وصية موسى، ناموس موسى يعني، أخوه ياخدها بعده عشان يجيب عيل ياخد اسم اخوه الاولان، عشان اسم الراجل ما يتشلش من التاريخ. فاهمين الفكرة؟ يعني الراجل اتجوز واحدة، الراجل لو مات وما جابش عيال، اخوه يتجوزها عشان اول عيل يجي ياخد اسم المتوفى، عشان ما يتشلش ما يتمسحش من التاريخ. جابوا له بقى انه ايه، انه هي كلت 7 وايه كلهم ماتوا وماتت وراه.
فالسؤال الصعب المحير قوي بقى اللي هم مش لاقيين له اجابه، لو في قيامه، وهم في نظرهم ما فيش حاجه اسمها قيامه. قالوا طب انت بتقول في قيامه، جاوبنا بقى يا سيدي، لو كان في قيامه لمن من السبعه تكون زوجه؟ هتتجوز السبعه ازاي في السماء اذا كان كلهم قاموا؟ هتبقى حوس، هي مرات مين بالظبط بقى؟ فانها كانت للجميع. طبعا هم حاسينه لازم هيتزنق زنقه صعبه جدا، ده سؤال ملوش حل. صحيح لو قاموا كل دول هتبقى مرات مين فيهم؟ فاجاب يسوع وقال لهم: تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله. الاولين قال لهم يا مراؤون لماذا تجربونني؟ المسيح على فكره قوي جدا في ردوده، يعني مش ما بيكشش من اللي بيدخل في شمال يعني، لا انتم مرائين ممثلين. دول قال لهم اكتر من كده، قال لهم انتم في ضلال شديد، لان انتم لا فاهمين الكتب المقدسه ولا عارفين قوه ربنا. ليه يا رب؟ مش انت بتقول في قيامه؟ طب قول لنا بقى، فسر لنا ليه اتهمهم بالضلال؟ لانهم في القيامه، في قيامه طبعا، لكن انتوا باصين ان القيامه الناس هتقوم باجسادها العاديه وعاوزه تمارس الجنس وكل واحد ياخد مراته ويعيش. مين قال كده؟ في قيامه اه، بس ما قلناش خالص ان القيامه هتستمر الحياه الزوجيه بنفس الشكل وبنفس المعايير الارضيه. لا، في القيامه لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكه الله في السماء. حتى لو كانت مرات السبعه على الارض، هم السبعه لو قاموا في السماء مفيش حاجه جسديه شغلاهم، دول زي الملائكه. ففي القيامه القضيه ما كانتش مرات مين، ما بقتش مرات حد، القضيه دي ما تشغلناش خالص. احنا لا نفكر في قيامه الاموات بشكل حسي جسدي خالص، التفكير ده مرفوض ويعتبر في تعليم المسيح ضلال. لما غيرنا يقول الكلام ده عن الجنه نقول ده كلام مرفوض تماما. احنا في القيامه لا نعرف جواز ولا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكه الله في السماء. اما من جهه قيامه الاموات، طبعا هو يستغل الفرصه لان هم ايه بيقولوا ما فيش قيامه. هو ما دافعش عن القيامه، هو دافع حل المشكله الاول، قال لهم ما فيش في القيامه نظام الزواج الارضي، دول هيكونوا زي الملائكه، الملائكه يعرفوا بعض ويحبوا بعض جدا، بس ما فيش البعد الجسدي في الموضوع، ما فيش الجنس في الموضوع، ما فيش خلف للعيال في السماء، الكلام ده كله كلام ارضي مش موجود في السماء. دول زي الملائكه، الملائكه يحبوا بعض جدا ويعرفوا بعض جدا، لكن ما فيش الموضوعات الحسيه الشهوانيه مش موجوده خالص في السماء. اما من جهه قيامه الاموات، هو عاوز يدافع عن الفكره اللي هم ورا سؤالهم، ان هم بيقولوا ما فيش قيامه، قال لهم ازاي بقى انتوا ضلال. من جهه قيامه الاموات، اما افما قراتم، يا جماعه دارسين، ما قيل لكم من قبل الله القائل انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. قالها امتى ربنا؟ لما جه يكلم موسى في العليقه، موسى خاف جدا، فقال له انا اللي بكلمك إله أبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ويسوع يعلق هنا يقول لو كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول ماتوا، مش ممكن ربنا ينسب نفسه إلى جماعة أموات. فاهمين إزاي؟ لا، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. هو بيتكلم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب بعد وفاة أبونا يعقوب، نياحة أبونا يعقوب بحوالي 300 سنة أو أكتر، يعني ابراهيم واسحاق ويعقوب كلهم في السماء بقالهم سنين، وربنا بيقول انا الههم. ليه؟ لان دول عنده في السماء احياء، ما ماتوش، او ماتوا في عرف الناس، لكن عند المسيح هم احياء. فبيقول ليس الله اله اموات، والا ما كانش سمى نفسه اله ابراهيم واسحاق ويعقوب لان دول ماتوا، انما هو اله احياء. اذا دول كانوا احياء. فلما سمع الجموع بهتوا من تعليم، مين اللي فرحان بقى؟ الشعب البسيط، كبس الهيروديسيين والفريسيين والصدقيين، وعمال يغلبهم كلهم، كل اللي يدخله بسؤال ومؤامرة يقع هو والمسيح يكسب الجولة. إذا فكر القيامة المسيح تكلم عنه ودافع عنه، هناك قيامة الأموات حقيقية، والله ليس إله أموات، إحنا ملناش موت، حتى لو حطينا رأسنا نحن أحياء إلى الأبد لأننا أمننا بالمسيح، ويظل المسيح إلهنا إلى الأبد، والله إله أحياء،
ليس إله أموات. أما عن سؤال ماذا عن العلاقات في الحياة الأخرى، هي علاقات حب وليست علاقات جسدية، هي علاقات حب تستمر إلى الأبد، لكن لا مش على المستوى الحسي خالص ولا الجسدي. فالسؤال اللي بيسألوه أساسا غلط من أساسه. مرات مين ده سؤال غلط في السماء، ما فيش حاجة اسمها مرات مين. هي بيحبوا بعض جدا، لكن ما فيش مرات مين بالحتة الجسدية. هو كان سؤالهم هنا على العلاقات الجسدية مش على مجرد الحب، عشان عارف انتوا قلقانين السؤال اللي دايما نيجي يعني كده الراجل اللي هيروح السماء مش هيعرف مراته. لا، هيعرف مراته كويس قوي وهيفضل يحبها طبعا، لانه لو ما حبهاش على الارض مش هيدخل السماء ازاز. فلازم يكون بيحبها عشان يدخل السماء، وفي السماء هيفضل يحبها الى الابد. بس الموضوع مش مفهوش جسديات وحسيات خلاص، ادي الفرق الوحيد. ماشي. برضو القضية التانية، السؤال اللي بيشغل الناس بس عشان ما نتشتتش بره، طب لو واحد دخل الملكوت وواحد ما دخلش الملكوت مش هيبقى حزين عليه طول العمر؟ بصوا يا جماعة، احنا عندنا قواعد ثابتة مش هنقدر نتخيلها بس هي حقيقية. بمعنى ايه؟ لو بعد الشر طرف دخل والطرف التاني وقع، اللي دخل هيبقى فرحان بربنا ومش هيحس بالألم، مفيش مشاعر سلبية أو مشاعر حزن في السماء بأي شكل، مفيش. لكن عندنا رجاء إن إذا عاشوا الاثنين واحد حسب وصية ربنا لازم يكملوا واحد للأبد، فممكن يدخل على حس مراته وهي تدخل على حسه، بدل بيشفعوا في بعض عشان عاوزين يبقوا مع بعض إلى الأبد. الحب أقوى من الموت، يقول كده الكتاب، المحبة قوية كالموت، أقوى من الموت الحب. فلما يكونوا مرتبطين ببعض بحب وبيصلوا لبعض، صعب ان ربنا يزعل طرف فيدخلهم سوا على حس بعض، تهيألي كده. اما الفريسيون فلما سمعوا انه ابكم الصدوقيون، رجعوا بقى الفريسيين تاني يسألوه، هم اتكبسوا في الاولانية، رجع انه ابكم الصدوقيين. برضو الفريسيين والصدوقيين اعداء يا جماعة، وتبان في محاكمات بولس بعد كده انه قال يا جماعة انا فريسي ورد على الصدوقيين، فهيج الفريسيين على الصدوقيين. لما سمعوا انه ابكم الصدوقيين اجتمعوا معه، قال واحد ثالث يساله سؤال ثالث، وسال واحد منهم وهو ناموسي من ضمن الفريسيين، في جماعه تحتهم تحت التايتل الكبير الفريسيين ده، مجموعه اسمها الناموسيين، يعني ده واحد ايه بقى، حرفي اكتر من الحرفيين، يعني ده بقى متزمت جدا بيبقى، ليجربه قائلا يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ برضو جاي يجربه. يجربه يعني ايه؟ يعني يمكن عاوز يوقعه، بس احنا مش عارفين عاوز يوقعه في ايه. متخيل انه هيقول مثلا وصية ايه؟ لا تقتل. فالسؤال اتصدر للمسيح، انت تبع انهي رأي، تبع انهي طيف، ما هي اعظم الوصايا؟ فقال له يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى. هو خلي بالكم بيسأل عن أعظم الوصايا، لأنه كان في رأي يقول أول الوصايا شيء وأعظم الوصايا شيء. واخدين بالكم؟ هو قال له بص بقى، الوصية الأولى هي نفسها الوصية الأعظم، وهي دي تحب ربنا من كل قلبك من كل نفسك من كل فكر. تلاحظوا ان المسيح له المجد هنا ما غيرش في العهد القديم، لانه قال لم آتي لأنقض. نفس الوصية الاولى اللي في العهد القديم ما زالت هي الوصية الاولى في العهد الجديد، هي محبة ربنا. اهم وصية واعظم وصية في حياتنا انك تحب ربنا، تحبه بقلبك ماشي، وتحبه بعقلك، وتحبه بقدرتك. هقول عنها تعليق سريع، تحبه بقلبك يعني تنفعل بيه وتحس بيه، تحبه من نفسك يعني تعيش ليه، تبقى حياتك محورها وهدفها المسيح. تحبه من فكرك يعني تفكر فيه وتركز فيه وتنشغل بيه. والثانية مثلها، هو هنا المسيح له المجد لأنه شايف ان في وصية تانية عاوز يقولها ضروري، فقال له وانا هجاوبك على سؤال تاني عشان ما تقوليش نمرة اتنين ايه. الثانية مثلها يعني كأنها لا تقل قيمة عنها،
لا تقل مكان عن الوصية الأولى، تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء، يعني كل ناموس موسى وكل الكتابات اللي بعد كده يتلخصوا في الكلمتين دول. مسموح للمسيحي اللي ما بيعرفش يحفظ، يحفظ السطرين دول بس. مسموح للشخص الجاهل اللي ما يعرفش ولا حاجة في الإنجيل ان يدخل السماء بالكلمتين دول بس. مسموح لأي شخص مش عاوز يعرف أي تفاصيل عن أي حاجة في الحياة المسيحية انه يعيش بالمبدئين دول بس. حب ربنا وحب الناس توصل السماء، وعلى قد ما تحب ربنا وتحب الناس تبقى أعظم واحد في الدنيا كمان وأعظم واحد في السماء، لأن هي دي الوصية العظمى والأولى، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. برضو كنفسك دي لغز، لأنه محدش فينا مش بيحب نفسه، واللي بيكره نفسه لازم يتعالج نفسيا، واخدين بالكم؟ لأنها حاجة مش طبيعية. الطبيعي انك تحب نفسك، فالمسيح بيفترض انك بتحب نفسك. ليه؟ بدليل لما بتبقى تعبان بتروح تريح نفسك. لو انت تعبان مبسوط في نفسك، يعني بتنتقم من نفسك، فعلا لازم تتعالج، فيها حاجة غلط. لكن لما تكون جعان بتأكل نفسك، لما تكون تعبان بتريح نفسك، اذا بتحب نفسك. طب تقدر تحب اخوك بنفس الدرجة؟ لما يكون تعبان تريحه، لما يكون جعان تأكله، لما يكون محتاج تسنده بنفس المستوى اللي بتعمله مع نفسك. دي وصية واسعة جدا، واسعة جدا، لو فكرت فيها تلاقيها بلا حدود. تقدر تتعامل مع الناس بنفس الحساسية والحب والاحترام والتقدير اللي بتعامل بيه مع نفسك. دي فلسفة المسيحية في الكلمتين البساط دول. فالسؤال ده خلى المسيح له المجد يدي تعليم تاني. تلاحظوا ان الحوارات بتطلع مبادئ مهمة جدا. اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ادي للدنيا حقها وخلي حياتك مع ربنا. المبدأ التاني، في قيامة اموات، لكن قيامة الاموات مش بشكل جسدي حسي. في مبدأ تالت، عاوز تروح السماء حب ربنا وحب الناس، وحب الناس زي ما بتحب نفسك مش اقل. حط الناس في تفكيرك زي ما بتفكر في نفسك. لو الواحد فكر هيلاقي 90% على الأقل من تفكيره في نفسه. ينفع يبقى 50-50؟ ينفع تفكر في مراتك زي ما بتفكر في نفسك؟ ينفع تفكر في ولادك، في الناس اللي حواليك زي ما بتفكر في نفسك، في مصلحتهم زي مصلحتك؟ لو عملت كده تبقى مثالي، تبقى مسيحي حقيقي. وبعدين قال لنا انه بهذه الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء. يعتقد ان لو حي العهد اللي كان فيهم العشر وصايا، اللوح الاولاني كلها وصايا في العلاقة مع الله. لا تكن لك آلهة اخرى امامي، اذكر يوم السبت لتقدسه، لا تنطق باسم الهك باطلا، كلها حاجات في العلاقة مع الله اللي هي عنوانها تحب الرب الهك. اللوحة التانية، اللوح التاني الضخم، لا تقتل، لا تزني، لا تشهد بالزور، لا، اللي هي كلها العلاقات الإنسانية اللي برضو التايتل بتاعها ايه؟ تحب قريبك كنفسك. فهو جاب ملخص كل الوصايا وقال لو حفظت دول بس تعرف كل حاجة، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. من المحزن ان احنا ما نكونش عارفين اهم وصية عندنا. سؤال مهم قوي وقضية مهمة قوي. اهم من الصيام؟ اهم. اهم من الصلاة؟ اهم. اهم من المؤتمرات؟ اهم من الخدمة؟ اهم من اي حاجة في حياتك انك دايما تراجع نفسك على دول. تحب ربنا، تحب الناس، وقد ايه بتحب الناس، وازاي بتحب ربنا. دول اهم سؤالين تفضل مشغول بيهم طول العمر. اخر نقطة بقى، فيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع. هنا بقى الفريسيين اتلموا عليه وخلاص مش لاحقين، مش عارفين يسألوا تاني. كل ما يجوا يزنقوه هو اللي يزنقهم، وكل ما يجوا عاوزين يغلبوه بيغلب. فهو بقى اللي سألهم. سألهم يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح؟ الفريسيين عارفين يعني ايه مسيح طبعا، لان هم كيهود متشددين او مذاكرين منتظرين المسيا اللي هو المسيح الاتي، عندهم الايمان بكده. لكن هم خلي بالكم على قد ما درسين العهد القديم كويس قوي، فاهمين ان المسيح جاي، بس مش عارفين القضية الخطيرة ان المسيح هو الله المتجسد. دي اللي مش واصلين لها. عارفين ان المسيح اعظم من كل الانبياء واعظم شخص في التاريخ
وهو اللي هيخلص العالم. كل المفاهيم دي عند اليهود لغاية النهاردة. لكن القضية اللي مش قادرين يوصلوا لها ويستوعبوها، ازاي المسيح هو ابن الله نفسه، دي اللي مش وصلين لها. فيسوع عاوز يوصل لهم للحتة دي، فقال لهم ايه؟ ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ يطلع ابن مين يعني؟ طبعا الإجابة محفوظة، قالوا ابن داود على طول، لأن ربنا قال لداود قبل كده لما ترجعوا لقصة داود، ابنك أجعل ملكه يدوم للأبد وأبارك في كرسي وديمه على طول. فكانت إشارة عن المسيح أنه لازم يبقى ابن داود وهو صاحب الملك إلى الأبد. فقال لهم إذا كنتم بتقولوا أن المسيح لازم يبقى ابن داود، بس مرة داود قال كلمة، تعالوا نفهمها سوا. قال لهم كيف يدعوه داود بالروح ربا؟ إذا كان هو ابن داود يعني من نسل داود، ابنه يعني مش ابنه على طول، ابنه يعني من ولاده إن شاء الله بعد 1000 سنة، إزاي يبقى ابن داود وداود في مزمور من مزاميره يخاطب المسيح ويقول له أنت ربنا؟ طب إزاي يبقى ابنه ويبقى ربه؟ شوفوا إزاي في مزمور لداود يقول إيه، مزمور 110، قال الرب لربي. المزمور ده مفهوم عند اليهود لغاية النهاردة، الرب لربي دول ربين، يعني إيه ربين؟ الرب هو الله الآب، وربي التانية هي المسيح. ده في مفهوم اليهود ومفهوم نحن المسيح، أن الله الآب يخاطب المسيح ويقول له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمك. فإن بس هو جاب الحتة دي من المزمور. المزمور ده مزمور مسياني، مسياني يعني بيتكلم عن المسيح بشكل واضح. فبيقول إن كان داود بيقول له بالروح القدس، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمك، داود بيقول على المسيح انه ربي، مع ان انتوا بتقولوا ان المسيح يبقى ابن داود بالجسد. فهنا يقول لهم ايه، فان كان داود يدعوه ربا كيف يكون ابنه؟ انتوا فاهمينها ولا تهتوا مني؟ ان كان داود يدعوه ربا، في المزمور داود بيقول على المسيح انه رب، وفي معلومات اليهود ان المسيح لازم يبقى ابن داود بالجسد، وهم مش فاهمين ان المسيح ربنا. فهو عاوز يوصلهم للفكرة دي، المسيح ابن داود بالجسد صح، داود بيقول على المسيح انه ربنا صح، طب ازاي يبقى ربه وابنه؟ هي ما تتفهمش غير بمعنى واحد. اذا المسيح اله وانسان، حسب الانسانية جد داود، وحسب الالوهية هو رب داود. فهمنا؟ فهو عاوز يوصل الفكرة للفريسيين، انتوا بتقولوا المسيح ابن داود صح، وكمان بتقولوا ان داود قال عليه ربي. طب فهمتوها ازاي الحتة دي؟ ربطوها ببعض ازاي؟ عاوز يوصلهم ان يؤمنوا ان المسيح هو الاله ابن الله الحقيقي. فيقول فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة. كلهم سكتوا ليه؟ مش عاوزين يعترفوا بالحتة دي، مش قادرين يبلعوها، عاوزين مش مستكترينها قوي. مسيح مسيح بس ابن الله هو الاله الحقيقي؟ لا، ما هو لو قالوا كده لازم يؤمنوا بالمسيح كإله ومخلص وينسوا بقى ملك الدنيا، وهم مش عاوزين ينسوا ملك الدنيا. ومن ذلك اليوم لم يكثر أحد أن يسأله بتة. من اليوم ده بقوا كله خايفين يسألوا، ليه؟ كل ما يسألوا سؤال يتقلب عليهم ويطلعوا هم اللي غلطانين في السؤال، فابتدوا يخافوا يسألوا، مش قادرين يسألوا، بقى هو اللي بيسألهم عشان يطلع منهم تعالي. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد.